يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا نتواصل معكم ومساء الخير يا كويت، ونرحب بكم من جديد، ويسرنا ان نلتقي مع ضيفتنا المتواجده معنا الان في الاستوديو الدكتوره مها سجاري، استاذ الانثروبيولوجيا الطبيه في جامعه الكويت، وراح يكون الحوار حول حصولها على جائزه افضل باحث متميز في الجامعه في مجال الاداب والعلوم الانسانيه. نبدأ بالمباركة قبل الترحيب، ألف مبروك يا دكتورة وساعة المباركة. الله يبارك فيكم ويحفظكم، مشكورين ما قصرتوا. أكيد دكتورة مبارك لك، ونقول لك إن يا هلا فيك أول شيء معنا في مساء الخير يا كويت، ومباركك على حصولك على أفضل جائزة باحث متميز في الجامعة في مجال الآداب والعلوم الإنسانية. دكتورة مها، كلمينا عن هذه الجائزة. نعم، جائزة الكويت الباحث المتميز جامعة الكويت طبعا هي مو جائزة واحدة، هي عدة جوائز. عندنا جائزة الباحث المتميز والباحث طبعا اللي هو فئة الشباب، وفي جائزة اللي هي حق البحث التمهيدي طبعا، وعندنا البوستر، وفي الهيئة الأكاديمية المساندة، في حتى الملصقات العلمية، في حق طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. يعني جامعة الكويت متمثلة في غطاء الأبحاث، قاعد تشجع الباحث من هو في طلبة ماجستير إلى الدكتوراه إلى يكون أستاذ أو أستاذ دكتور. فنلاحظ أن هذه الجائزة هي سنوية، تشمل الكليات العلمية والإنسانية مع بعض، يتم فيها لجان لتحكيم الأبحاث، لجنة على مستوى الكلية، كل كلية طبعا لحالها، وبعدين هي اللجنة العليا حق مستوى الجامعة. الأبحاث تكون مقدمة فيها لازم تكون 10 أبحاث محكمة تحكيم عالمي طبعا في مجلات عالمية معتمدة في مجال تخصص الباحث. لازم يكون الباحث هو الفيرست اوثر او الباحث اللي يكون الاساسي حق 5 منهم، 4 منهم يكون مدعومه من قضاء الابحاث. فهي عباره عن مجموعه من الكرايتيريا لازم يكون متمثل في اكثر من شيء، هل هو مثلا الباحث مشارك في مؤتمرات علميه، عنده دورات، عنده ورش عمل مقدمها في مجال تخصصه، هل هو حاصل على جوائز ثانيه، متولي مهمات اداريه في الكليه او في القسم نفسه. فهو عباره عن معايير متكامله حق. نعم، يمكن قد يختلط البعض او يعلم البعض انثروبولوجيا شنو مقصود، لكن انثروبولوجيا طبيه هذه بلها توضيح، وراح نعرف التوضيح بعد ما حضرتك شاركتي بمجموعه من الابحاث العلميه التطبيقيه في مجال الصحه والثقافه المجتمعيه، وايضا تاثير العادات الغذائيه ونمط الحياه اليوميه على صحه الانسان البيولوجيه. وفقت فيها المقدمة والشرح والتفصيل عندك. أكيد وفقت أستاذ عبد الله. سلمين دكتور. بالنسبة حق الأنثروبولوجيا ممكن باختصار هو علم الإنسان، التخصص قديم جدا من طبعا مئات السنوات، بس كان في البداية هو عبارة عن علم وصفي يصف الشعوب وعاداتهم تقاليدهم وأشكالهم. أقرب إلى النظري. أقرب إلى الآثار. بس الفرق بينه وبين الآثار، ودائما أنا أقول حق طلبتي أن شنو الفرق بينه وبين قصد التاريخ مو الآثار، عفوا بينه وبين التاريخ، أن التاريخ يبدأ من عملية تدوين السجلات مكتوبة، فهذا يسمونه تاريخ. احنا علمنا أقدم من هذا، النشأة منذ ما قبل النشأة. التاريخ منذ النشأة، من ما قبل التاريخ. ففي كذا طبعا فرع من افرع الانثروبولوجيا، في فرع الثقافي، في الاركولوجيا علم الاثار، في هو علم اللغات اللينغويستيك، وفي فرع الان اللي هو الانثروبولوجيا الطبيه او الفسيولوجيه. نعم. انا شنو تخصصي يعني يهتم اكثر شيء؟ ان عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا واسلوب حياتنا وتاثيرها على الجانب الصحي حق الانسان. يعني مثلا خلينا نقول زواج الاقارب. زواج الاقارب هل في امراض وراثيه ولا لا؟ هل دور العادات والتقاليد ان واحد لازم يزوج بنت عمه او بنت خاله وتاثيرها في شنو الامراض الوراثيه؟ نفس الشيء بالنسبه حق احنا عاداتنا هي في الاكل، احنا دائما عندنا الوجبات الغذائيه تكون مثلا عندنا حفله دسمه. بالضبط، لما يكون عندنا مثلا لازم القوزي، لازم الاشياء الدسمه، الوليمه. صحيح. الوليمه تكون موجوده في الافراح، وفي بعد نفس الشيء الوفيات او في العزف، احنا عندنا تكريم الضيف في الاكل يكون غني. صحيح. زين ما يخالف احنا ناكل صح، بس هل هذه عادله اللي هو الرياضه، الحميه الغذائيه؟ يمكن كانت في السابق دكتوره طبيعه حياتنا في السابق قديما ممكن تتناسب مع الاكل اللي يكون فيه دسم، لكن حاليا اختلفت الحياه، فيمكن هذه دراستكم. هي بالبدايه خلينا نروح حق الكويت القديمه، الكويت القديمه نلاحظ شنو كانت اكثر الامراض الموجوده؟ كانت هي الامراض المعديه الوبائيه. صحيح. زين، بس كان ما عندهم السمنه موجوده ولا الضغط ولا حتى هي مرض امراض القلب. السكري. دائما اقول حق الطلبه شيء، اقول لهم بالنسبه حق الاكثر وفيات موجوده عندنا في الكويت هو شنو؟ اي مرض؟ يقولون السرطان.
هو مو سرطان، هو امراض القلب. صح، امراض القلب. فالمرض هو المرض المميت. فانا ابحاثي كلها تركز على الوعي. احنا مثلا انا حاولت ان اغطي فئات وايد، غطيت مثلا مرحله اللي هي الطفوله، بعدين الشباب، بعدين الكبر، الالدر، المسنين. رحت حق الامراض الخاصه في النساء، الامراض الخاصه في الرجال. يعني مثلا في من الابحاث اللي انا وايد ركزت عليها هي سرطان عند الرجال. ودائما ما اقعد مع الطلبه اسالهم اقول لهم احنا عندنا سرطان الثدي عند النساء هي المميت رقم واحد بالنسبه حق العالم كله وحتى حق الكويت. صحيح. قلت لهم هل في سرطان الثدي عند الرجال ولا لا؟ الاغلب وكل سكشن اسالهم نفس هذا السؤال. قالوا لا. قالوا لا. معنى ان الدراسه اللي احنا سويناها في مكي جمعه كان في 2 من المصابين كان فيهم سرطان الثدي. والمشكله ان دائما يتم اكتشافه في المرحله الرابعه فهو يكون مميت. زين، هذا المرض سهل اكتشافه في المراحل المبكره بس ينقصنا الوعي. بعدين السرطان الثدي عند الرجال جينيتكس وراثي، فسهل ان احنا واحد يقدر انه يكشفه مبكرا. صحيح. فدائما انا ابحاثي دائما تركز عن الوعي. طيب دكتور، خلينا بالابحاث، يمكن امتدادا يمكن لهالحوار بعد ما اخذنا هالنبذه وهالبطاقه التعريفيه للتخصص حضرتك، اعتقد ما تفضلتي فيه يهم كل شخص فينا ونمارسه اذا يعني مو بشكل شبه يومي بشكل يومي. اعطينا نبذه عن هالابحاث، يمكن دللتي على عمليه السرطان الثدي، الابحاث الاخرى، النمط الغذائي، السلوك الغذائي، علاقه الكويتي مع الرياضه، بعض العادات، وقس على ذلك، ولكن من صيغه علميه وابحاث دكتوره. اي نعم، بالنسبه حق سويت واحد من الابحاث كان عن المواد الغذائيه، وطبعا اللي هو الاسلوب الحياه الصحي من ناحيه الرياضه ومن ناحيه العادات الغذائيه عند طلبه الكويت، شباب الكويتيين في جامعه الكويت. لاحظت ان الاغلبيه ياكلون وجبتين فقط، ودائما عندهم بين الوجبات تكثر عندهم وجبتين اساسيتين، بين الوجبات هي الاكثر الفاست فود والطبق النقديه الغنيه في السكاكر السكريات وفي الدهون. لما سالتهم عن عدد الفواكه، حبه الفواكه مثلا، الأغلبية قالوا مرة بالأسبوع يكون حبة فاكهة واحدة أو حتى خضروات. صح. بالنسبة حق رياضة المشي نادرا ما يمارسون رياضة المشي، فلاحظنا أن 50% عندهم سمنة وعندهم اللي هو وزن زاد أو السمنة. لاحظت أن في أغلبيتهم يفضلون طبعا السيارة عن المشي، إذا كان في مثلا مسافات بعيدة أو قريبة يفضلون دائما يروحون لها بالسيارة مو عن طريق المشي. ركوب الدري. صح، هذا اللي بقول لك اياه، انا البيوت الحين كلها فيها، فقاعد اقول لهم انتم تاخذون الاسانسير، تكون الاسانسير ولا الدري. فالاغلبيه هم، انا قاعد اتكلم عن فئه الشباب. حددت الفئه العمريه؟ نعم، من الى من 18 الى 24. 18. زين، فلاحظت ان بس شوف دراستي انا كانت مقارنه مع دراسات في دول الخليج، كانت مقاربه نفس الشيء. كان النساء البنات اكثر من الذكور بالنسبه حق السمنه المفرطه، كان النساء البنات اقل ارتدادا حق الجيم او خلينا نقول النوادي الرياضيه. لاحظ ان بالنسبه حق الفاست فود الاكثر شيء كان الشباب، الوجبات دائما تزيد بالنهايه بالليل، مو طبعا مو الصبح، ما في وقت تنحرق لحد الان، يعني تكون مخزنه في الليل فالعادات تكون جدا سيئه، عادات غذائيه وايد سيئه. بالنسبه حق الابحاث الثانيه، احنا صار عندنا السمنه زايده في مجتمع الكويتي، طبعا وصلنا المرحله الاولى على مستوى العالم. صح. فرحت لجأت حق عمليات التكميم. فقلت زين، احنا الحين حاولت ان ابحث عن عينه يكون فيها مقارنه بين السم، بين العينه تكون من مصابين بامراض السمنه ومسوين عمليه التكميم. فتفاجأت انه ما عندنا وايد مصابين بامراض السمنه، الاولى والثانيه والثالثه كانوا قله، وكان الاكثريه عن عمليه التكميم. صعب كان حصولي على هذه العينه لان مو الكل يقول ان انا سويت عمليه تكميم. فكان هو عباره عن، في عندنا عمليه يسمونها سنوبول، اللي هي ان الشخص يعني يرشدك حق الشخص الثاني يسوي هذه العمليه. لاحظت ان البيت اذا كان في واحد مسوي عمليه تكميم فمعناته في اكثر من شخص في هذا البيت يسوي هذه العمليه. فمعناته انه هو البيت، التنشئه الاجتماعيه، العادات الغذائيه تبدي من البيت. واتمنى هذا الشيء يكون احنا نلفت انتباه الجميع أنا منذ الصغر العادات الغذائية واسلوب الحياة الصحي لازم يكون من التنشئة. فهذه الأبحاث اللي عادة أركز عليها اللي هي العادات الغذائية الصحية، وسويت طبعا عن فيتامين د ديفيشنسي، نقص فيتامين د، ولاحظنا اللي يلبسون طبعا الجيم طويل
والمتحجبة يكون مصابة في الفيتامين د، نقص فيتامين د أكثر من غير متحجبة بسبب تعرض حق أشعة الشمس. والفرق اللون. واللون. إحنا هذه كانوا يقصونها قبل كمجتمع الشباب ايه؟ بالعسكريين أثناء التدريب، فكان يلبس لبس فيبين. فيبين هو ماخذ التان ولا لا. ما عندنا وعي بالنسبة حق متى نتعرض حق أشعة الشمس الصحيحة. فسويت هذا الشيء، فما كانوا يعرفون إن في أوقات معينة وتختلف من موسم الشتاء إلى موسم الصيف. نعم. صحيح. إذا دكتورة نقول إن البحث العلمي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وتكلمتي عن البحوث وهذه هي أهمية البحوث. هل هذا النقطة اللي توش تحدثتي فيها هي تتكلم عن أهمية البحث، لذلك قاعد نقوم في البحوث؟ نعم، أهمية البحث العلمي. يعني مثلا أعطيش مثال من أبحاث اللي جدا كانت مهمة هي تبرع بالأعضاء. يعني احنا يانا يعني كان زارنا دكتور مصطفى موسوي بجامعة الكويت، زارنا في مقرر أنتروبيولوجيوم وتكلم عن أهمية تبرع بالأعضاء. فلما كلمت الشباب عندنا الطلبة قلت لهم هل أنتم تعرفون عندنا شيء اسمه جمعية الكويتية تبرع بالأعضاء؟ فكان الأغلبية ما كان يعرف هذا الشيء. ولما رحت وبحثت لقيت أن احنا أول دولة بالخليج فعملية تبرع بالأعضاء عندنا حق الكلى 1979. دراستي بينت أهمية البحث العلمي أن في بعض الظواهر جدا مهمة في مجتمعنا وإحنا غافلين عنها. صح؟ نعم. فكانت من هذه الأشياء المهمة أن واحد يسلط الضوء على الأشياء المهمة نحاول أن احنا نوعي فيها المجتمع. ولجو أن يكون البحث يحاكي الواقع ومن الواقع، ونتيجة أتوقع دكتورة تكون إيجابية أكثر إذا كانت المعلومات دقيقة وفي أبناء المجتمع. دكتورة كانت ترتيب ومحاور كثيرة، لكن بنختم بنفس اللي بدينا فيه. ألف مبروك يا دكتورة مها سجاري على حصولك على أفضل باحث، وإن شاء الله الخير بقبال يا دكتورة. الله يبارك فيك وحفظك إن شاء الله. بإذن. إن شاء الله كنا أمل إن شاء الله المزيد إن شاء الله لنا ولجميع كل مجتهد. يا رب. كل الشكر مشاهدين الكرام دكتورة مها سجاري أستاذ الأنثروبيولوجيا الطبية في جامعة الكويت على مشاركتها معنا في برنامج مساء الخير كويت، وما زال في الوقت بقية.